عندي كوبايه وثلاث ارباع دقيق او كوبايتين الا ربع دقيق وكوبايه زبده طريه بدرجه حراره الغرفه علشان تساعدني في انها تتخفي معايا بسرعه. كوبايه سكر وثلاث بيضات، رشه فانيليا وذره ملح خفيفه. المكسرات اللي هنحتاجها، هنحتاج ربع كوبايه زبيب، ربع كوبايه فواكه مجففه مش مشيه قراصيا اللي موجود، التين المجفف برضو يشتغل لو احنا هنقلبها شويه شرقيه بتاعتنا يعني، وربع كوبايه مكسرات مجروشه او نص كوبايه مفيش مشكله خالص، وثلاث ارباع كوبايه حليب ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر. دي الريسبي او المقادير بتاعتنا بتاعت الانجليش كيك، بسيطه وما فيهاش اي شغل خالص، بس ارجوكم نهتم بقصه ان احنا نعاير الدقيق بتاعنا كويس. هقول مره كمان في موضوع معايرة الدقيق، لو سمحتوا الدقيق بتاع الكحك والبسكوت والغريبة والكيكات والحاجات دي كلها يفضل قوي ان انا اعايره بالطريقة دي، ان بحط الدقيق جوه الكوباية بمعلقة وبعد كده بمسح المعلقة الكوباية بتاعتي من فوق علشان اخد منها بالظبط الكمية اللي انا عايزها، يعني بالظبط كوباية مساحة اللي هي بتبقى شبه كده. تمام، دي كوباية الدقيق بتاعتنا بتاعت الكيك. ادي واحد، ونحتاج كمان 3 ارباع كوبايه. طبعا حضراتكم الحاجات دي هتقول هي هتفرق ان انا اغرف بالكوبايه ولا اكبسها ولا الكلام ده، هتفرق كتير جدا، ودي لازم ناخد بالنا منها علشان ما تبهدلناش الدنيا بتاعتنا. هننزل عليها هنا البيكنج باودر بتاعنا اهو، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، ادي واحد وادي الثانيه. كفايه جدا المعلقتين دول، كفايه قوي، لانهم ببساطه قوي المعلقتين دول هيرفعوا لي الكوبايتين لربع دقيق مع الثلاث بيضات اللي عندنا، الثلاث بيضات اللي عندنا هيكفوا جدا جدا ان هم يرفعوا لي الكيك بتاعنا. هننزل هنا كمان الحاجات بتاعتي اللي هي الدراي فروتس، هتلاقوها موجوده عند العطار، العطار عنده حاجات هو عارف الدراي فروتس الموجوده وهيبعها لكم. لو قلت له عايزين دراي فروتس بتاعت الانجلش كيك هيديها لكم. حاجات بتبقى اسمها فروته مسكره تقريبا، حاجه كده بتتباع عند العطار اسمها فروته مسكره. لو المشمشيه والقراصيه اسعارهم غاليين نستخدم الفروته المسكره. انا هنا حبيت ان انا احط الزبيب والحاجات دي كلها هنا في الدقيق علشان تتغلف وما تسقطش مني بشكل جامد في المقادير بتاعتي من تحت. البوله الثانيه هحط فيها الزبده وهنزل عليهم هنا بالسكر، وهاخد كمان عندي الفانيليا، واخر حاجه هاخدها معايا هي ذره الملح. اهي ادي ذره الملح بتاعتنا، حاجه خفيفه جدا. ذره الملح دي بتفرق قوي يا جماعه، بتفرق، تحس ان انتوا حاطين حاجه ساحره كده في الانجريدينتس بتاعتكم او في الحاجات الريسيبي بتاعتنا، تحس ان حرفيا في حاجه ساحره كده في الخلطه، بتفرق كتير قوي قوي. ادي الزبده بتاعتنا اهي، اهرسها الاول لو انا عايز اهو، بحيث انها تعمل معانا ايه، تختلط بس مع السكر بسرعه، واشتغل بالمضرب واحده واحده اهو. الطبيعي انها تبدا تلف حوالين العجاء المضرب بتاعنا. هو الجو ساقع شويه، فهتلاقوا دايما الزبده حتى لو احنا طلعناها بره التلاجه هتلاقوها برده ماسكه شويه في المضرب لان الجو ساقع شويتين. طيب هو ممكن حد يسال سؤال ويقول انه ليه ما نستخدمش زبده سايحه؟ بصوا، الزبده السايحه بتدي قوام، والزبده دي بتدي قوام تاني خالص في الكيكات. لما بستخدمها بالشكل ده بتديني قوام حلو جدا جدا، لما اخليها كريمي تحسوا ان الكيكه نفسها بتطلع في الاخر خالص مرمله وفي نفس الوقت دايبه، مش زي بقى الكيكات يعني. هبدا ان انا اضربها بالشكل ده لغايه ما تبدا الزبده والسكر يتجانسوا مع بعضهم ويبقوا كريمي خالص. تمام كده، الزبده كده تقريبا ابتدت تبقى كريمي معانا. هي بتاخد شويه وقت بس ده مهم قوي بالنسبه لنا علشان نطلع نتيجه كيك مختلفه
عن الكيكات الباقية، يعني كل كيك وطريقة شغله بتختلف عن التاني خالص. هنا بالنسبة لي أنا هبدأ إن أنا هضيف البيض، هاخد واحدة بس من البيض ده بحيث إنها تعمل معانا إيه؟ تساعدني شوية في إنها تسهل لي عملية الخفق بتاعة الزبدة مع السكر. تمام كده أهو. نشيل ده من وقت للتاني. كده زي الفل معايا. يلا بينا ناخد البيضة كمان اهي ونكمل. اخر واحدة. سيب ده هنا ونلم الاطراف بتاعتنا عشان كله يتخلط مع بعضه. بصوا في عندي مرحله تانية جايه دلوقتي اللي هي ان انا هضيف اللبن وهضيف معاه الدقيق، بس بالنسبه لي محتاج اضيف شويه دقيق الاول علشان اللبن يلاقي حاجه يمسك فيها، لان لو حطيته هنا مع الزبده والبيض هبص الاقي ان اللبن ابتدى يخرز الزبده ومش هيبقى احسن حاجه. كده جت مرحلة الدقيق اللي هي المرحلة المهمة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها، من فضلكم تاخدوا بالكم منها علشان العجينة بتاعت الكيك نفسها ما تبقاش كأنها عيش. هبدأ أحط حبة دقيق أهم. كده فاضل عندي خليط الدقيق وحبة اللبن وهقلب. أنا هنا مش هخلط بالمضرب الكهرباء غير في الأواخر خالص 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 أهي. هاخد شوية لبن، نص اللبن مثلا اللي عندي، وهبدأ إن أنا أعمل إيه؟ أقلب. كده اللبن هيلاقي حاجة كانه يمسك فيها بالظبط، لكن لو انا حطيته في الاول خالص مع الزبده والبيض هيخرز معايا وهيفك هيفصل، مش هيبقى احسن حاجه لانه اللبن مش هيتجانس قوي مع الزبده غير بصعوبه، فدي هتبقى متعبه بالنسبه لنا. خلاص انا كده كاني قلبت تقليبه، ما بكملش 5 6 ثواني تقليب، وبعد كده هضيف كميه الدقيق الباقيه، واخر حاجه هنهي بيها العجينه بتاعتي هي اللبن. تمام كده؟ وعندي الفرن بتاعنا سخن جاهز. درجة حرارته 180 تقريبا، وهدخل فيه العجينة بتاعتي هتاخد معايا في حدود 45 دقيقة. خلاص كده؟ سوري. حبة طرطشة. شكرا. ما خدتش معانا 10 ثواني تقليب بالمضرب وخلصنا الموضوع تماما اهو. لو انتوا حابين انكم تعملوا حاجه بسيطه في الاواخر خالص، هنمسك المضرب الكهرباء بتاعنا ونلف لفتين بصوت. انا خلصت. تمام كده الكيكه بتاعتنا زي ما قلت هنحطها في القالب بتاعنا مدهون بزبده كويسه، هتدخل الفرن على درجه حراره 180 45 دقيقه بالظبط، هتلاقوا معاكم احلى انجلش كيك. هروق الدنيا وصب دي في قالب الانجليش كيك بتاعنا وهوريكم شكلها بعد ما خرجت من الفرن. شخصيا عشان تبقوا حضراتكم عارفين انا بفضل قوي اي كيكات تتعمل مهما كانت، اذا كانت الباوند كيك او الانجليش كيك او ايا كان، كيك فانيليا شوكولاته ماربل اي اللي انت هتعملوه، انا بحب قوي الالومنيوم. الالومنيوم هايل في تسويه الكيكات، فدي اكتر حاجه مهمه. طيب قبل ما اصب الكيك ده في القالب انا بس عايز اقول لكم على مقادير المولتن كيك او لافا تشوكلت كيك، تسموها زي ما انتم عايزين او تسموها فولكان كيك او اي حاجه انتم عايزين تسموها من الاسماء تسموها، بس هي مولتن كيك عشان هي بتبقى سايحه من جوه وبتقعد 10 دقائق. اسرع تحليه ممكن تعملوها في حياتكم، سريعه جدا جدا، وكمان مفيش حد هيقول لكم عليها طعمها وحش نهائي، انسوا الموضوع ده. يعني دي تقدروا تقول عليها اسرع نوع تحليه ممكن يتعمل في الحياه كلها. المقادير بتاعته بسرعه عشان عايز احطها للنار تسيحه لما نصب الكيك بتاعتنا.
نص كوبايه زبده، ثلاث ارباع كوبايه شوكولاته خام دارك ده يفضل، واثنين بيض واثنين اصفر بيض. ينفع نشيل الاثنين اصفر بيض ونحط مكانهم شويه لبن لو انتوا عايزين، براحتكم خالص، ده شغال وده شغال. ونص كوبايه دقيق مش اكتر من كده، ومعلقه كبيره كاكاو خام. مره كمان نص كوبايه زبده، هي على النار على طول يا ياسمين في الحله، حله على حمام بخار ميه، وعندنا ثلاث ارباع كوبايه شوكولاته دارك اهي. وكل ما كانت الشوكولاته الدارك بتاعتنا نظيفه ومحترمه، كل ما ادتني حاجه كويسه، سوري، ادتني جوده كويسه واديتني منتج محترم حلو. خلاص كده على حمام البخار هبدا اسيح الزبده مع الشوكولاته، هم الاثنين مع بعضهم زي ما انتم شايفين. نص كوبايه شوكولاته، نص كوبايه زبده ولا ايه، وثلاث ارباع كوبايه شوكولاته خام، اثنين بيض واثنين اصفر بيض، ونص كوبايه دقيق، معلقه كبيره كاكاو خام وفانيليا، وسنه فانيليا خفيفه عشان البيض اللي عندنا، وذره ملح خفيفه خالص. يبقى نص كوبايه زبده، هقول تاني، ثلاث ارباع كوبايه شوكولاته خام، اثنين بيض، اثنين اصفر بيض، نص كوبايه دي مش اكتر من كده، معلقه كبيره كاكاو خام، ذره ملح خفيفه، وسنه فانيليا علشان البيض اللي عندنا. خلاص كده في الدول اهم. هقلب، هاخد بس عندي هنا الاثنين اصفر بيض بتوعنا اهم، ادي واحده اصفر بيض، قلم الزبده والشوكولاته بتاعتنا تسيح، وادي واحده كمان اصفر بيض، ده طبعا هيتحط في الاخر خالص، مش هينفع نحطه على حمام البخار عشان البيض بتاعنا ما يعملش ايه، ما يستويش مننا. وادي هنا كمان البيضتين بتوعنا اهم. طبعا الايج وايت ده او الابيض بيض ده بيستخدم على طول في المرنج والحاجات دي كلها، فطبعا ده ما يترميش، او ممكن على ما تخلصوا الكيك بتاعتكم وتكون استوت، بيضه كمان في النص مع شويه لبن، واعملوه سكرامبلد ايج على النار، او اعملوه اومليت، ايا كان براحتكم خالص، يعني مش هيترمي اكيد. دلوقتي البيضه بكام؟ ب 4 جنيه ونص او 5 جنيه. نبدا نقلب اهو. خلاص اولموست الشوكولاته ابتدت تسيح. تمام كده اهي، هديها ذرة الملح بتاعتنا، خلاويص اهي، ذرة ملح خفيفة جدا تكاد انها تكون مش موجودة، فخدوا بالكم من الموضوع ده اهو. حاجة اخر جمال وطعام. اجي بس نقلب الانجليش كيك بتاعنا، اصب فيه الخليط بتاعي اهو. عظمة، على عظمة. الخليط بتاع الانجليش كيك بيكون تقريبا فوق الثلاث ارباع بتاعته بشويه، يعني ثلاث ارباع القالب اهو بالشكل ده، وهو بيطلع بره القالب كمان شويه ويبدا يشقق او يفلق من النص، ودي من ضمن علامات الانجليش كيك بتاعتنا يا ياسمين. الانجليش كيك بتاعنا اهو قدامك اهو، دي علامات ان الانجليش كيك بتاعنا تمام ومظبوط. خلاص كده طيب، علامة الشوكولاتة تبدأ تسيح وتخلص. عندي هنا حاجات هعمل فيها المولتن كيك بتاعنا، شيل بس ده من هنا كده. اللي أنا هعمله في المولتن كيك، ممكن أستخدم القالب ده، وممكن أستخدم قالب زي ده أهو. القالب دي كلها ينفع تشتغل معاكم زي ما تحبوا، القالب ده شغال والقالب ده شغال. من ضمن المميزات الحلوة اللي في المولتن كيك إنها ما بتاخدش معانا أكتر من 10 دقايق في الفرن، 10 ل 12 دقيقة بالكثير قوي، بتطلع بتكون سايلة وسايحة من جوه، بتبقى عظمة جدا وزي الفل و10 على 10. تمام؟ هروق الدنيا بتاعتنا بس واشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة، ونجيب كام طبق عشان نقدم فيهم المولتن كيك بتاعتنا، ونقسم الكيك بتاعتنا دي كمان ونظبطها وارجع لكم تاني. خليكم معايا. الزبدة والشوكليت ساحت معانا، وكمان ذرة الملح ساحت معانا، هبدا احط البيض والفانيليا اهم، وهقلبهم تقليبه كويس. طبعا لازم اتاكد جدا ان الخليط هنا عندي مش سخن، لو سخن هيبهدل لي بالظبط كده، ودي هتبقى مشكله، بالظبط هتبقى مشكله كبيره قوي. هبدا انزل هنا عندي بالخليط الدقيق والكاكاو، وهقلب اهو. تمام يا جماعه اهو، كده تمام 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 كده، عظمة جدا.
هخلط مش هعجن. خدوا بالكم من النقطة دي عشان دي نقطة مهمة أوي. أهي تدخل على فرن على طول، فرن سخن درجة حرارته 180 أو 190 مثلا، هتاخد معانا بالظبط من 10 ل 12 دقيقة مش أكتر من كده. نجيب سباتيول ونبدأ نعمل إيه؟ نصبه في الحاجات اللي زي دي مدهونة زبدة، دهان كويس علشان تطلع معانا بسهولة وما تتعبناش. أهو أدي واحدة وأدي واحدة كمان، يعني هي كفت معانا في حدود اتنين اهم قدام حضراتكم وكده زي الفل. تمام الكلام. اخد بس صاج واحطهم عليها كده، وزي ما قلت لحضراتكم انها هتاخد لنا معانا بالكتير قوي من 10 ل 12 دقيقه. هقلل بس دي سيكه علشان حاسس انها كتيره شويه، واحطهم هنا ويلا بينا على الفرن على طول. طبعا المولتن كيك ما ينفعش خالص انه يتعمل ويتساب، المولتن كيك بيطلع من الفرن دي اول حاجه ونبدا على طول ان احنا نسويه. هدخل الفرن واسويه وهوريه لكم بعد شويه، خليكم معايا. المولتن كيك بتاعتنا طلعت يا شباب اهي، طبعا سخنه ماشي على ما تهدى سيكه. بس انا هنا محضر طبق كبير عشان نعرف نحط على المولتن كيك، ومحضر هنا برضو خشبة كبيرة عشان نحط عليها الانجليش كيك بتاعتنا. ما احنا النهاردة عاملين حاجة كده اللي هو ايه، ايوه بالظبط كده. هنقطع بس دي على ما المولتن كيك تهدى شوية. يا سلام يا سلام، سلم يا سلام سلم. باوند كيك حلوة جدا، سوري انجليش كيك حلو قوي اهي. وال الدراي فروتس والحاجات المكسرات اللي فيها باينه قوي من جوه اهي زي ما انتم شايفين اهي، عظمه على عظمه. نزقها شويه عند محمود باشا اهي، انا عشان كمان عايز اجيب ده هنا عشان اشتغل بس. يلا بينا اهي، بصوا انتوا بصوا على اللي هناك، على ما نطلع المولتن كيك بتاعتنا هي طالعه لوحدها اهي، عظمه جدا جدا. بصوا ياسمين شكلها عامل ازاي. طبعا دي احنا المفروض لما نفتحها نلاقيها من جوه يعني شغاله كده، فيها حاجات. هاخد هنا معلقه من الايس كريم، على السريع كده ونحط شويه ايس كريم هنا عليها من فوق، نقدمها بس بيها وممكن فوق الايس كريم نفسه اقدر اجيب حبه من الصوص الشوكولاته برضو، نغرقها صوص شوكولاته برضو من فوق بالشكل اللي هوريه لكم حالا دلوقتي كده اهو. هل نكتفي بهذا القدر؟ لا، هنجيب بقى شوكة ياسمين ونيجي فاتحين المولتن كيك بالشكل ده اهو. المولتن كيك من جوه، استنيني ثواني اجيب شوكة كمان عشان اوري لكم المولتن كيك من جوه. بصوا اهي شايفين سايح ازاي من جوه ياسمين اهي. المولتن كيك المفروض يبقى سايح اكتر من كده شويه كمان لو انتوا عايزين يتغرق شوكولاته بقى. يعني هو يسيح اكتر من كده يبقى من جوه جوسي خالص، علشان تلاقوا وانتوا بتاكلوه تحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه كده اللي هي ايه، اللي هي كانها يعني متغرقه حاجات جواها، عصير وحاجات زي كده، او الشوكليت صوص بتاعها يبقى مغرق الدنيا خالص تماما. يعني ناخد دي كمان احطها هنا، لا عايز اسيبها سيكه عشان هي ممكن تكون لسه سخنه، عشان كده محتاج انها تهدى شويه. طيب ده كان المولتن كيك بتاعنا اللي احنا عملناه. لو خليتوه في الفرن كده بقى هارد شويه،
هارد شويه معناه ان هو من جوه كمان ابتدى يستوي بزياده. سيبوه شويه في الفرن اقل من كده فهيدوكم حاجه تبقى اكتر صوصي، يعني فيها صوص اكتر من جوه. كل ما تسف الفرن اكتر كل ما هيمسك معانا اكتر. لما بتطلع معانا حاجه زي كده ما عنديش مشكله خالص، اوريها لحضراتكم ونشوفها. المولتن كيك المفروض اول ما بتفتحه بيبدا ان هو يسيح معانا من جوه خالص، فخدوا بالكم من النقطه دي. لو قعد زياده في الفرن، في الفرن بيعمل معانا ايه؟ بيبدا ان هو يصلبه لنا شويه، فكل ما قعد اقل كل ما كان الموضوع بالنسبه لنا احسن.